واجعل هذا العقد ميمونا مباركا واجعل بينهما ألفة ومحبة وقرارا ولا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وهوى وكما ألفت بين محمد وخديجة الكبرى وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما وبين علي وفاطمة الزهراء رضي الله عنها. اللهم أعط لهما أولادا صالحا وعمرا طويلا ورزقا واسعا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Gençlerin nikahlarının, düğünlerin hayırlı olması için El-Fatiha. Allah hayırlı olsun. Thank you.